لانه مش فاهم انا الكابتن جمال عبد الحميد. وبصراحه الكابتن جمال عبد الحميد مصمم ان احنا نقف معاه كل شويه عند نقطه. مصمم وحاجات يعني غريبه جدا. كابتن جمال كان له وجود رائع جدا في النادي الاهلي. شارك وجاب بطولات وعمل اسمه واصيب واهمل وحدوته كبيره جدا ادت الى ان النادي الاهلي يستغنى عنه بعد ما عالجه وبعد ما صرف كل اللي صرفه. ومش ده الموضوع ولا موضوعنا اسباب الخروج ولا تفاصيل الخروج، لانه خلاص ما ينفعش حد يتكلم فيها دلوقتي، حتى وان كان الكابتن جمال بيقول حاجات من نفسه هو حر فيها. لكن الكابتن جمال يجي دلوقتي مع الزميل مهيب عبد الهادي ويقول حاجة مهمة عن الكابتن محمود الخطيب اللي الناس كلها شايفة ان هو الأسطورة اللي نجوم العرب بيتغنوا بيه. كابتن جمال عبد الحميد له رأي مختلف هنجيبه ونسيب الكابتن جمال عبد الحميد يرد على جمال عبد الحميد. أنا في يوم من الأيام مدرب واحد مدرب كان بيلعبني وكان منتخب مصر وأساسي وهداف الفرقة، فقال لي أنت وأحد اللعيبة كده بس الجرايد كاتبة هو أقوى شوية فميزانه وقع شويه فهو اللي هيلعب النهارده وانت البديل. قلت له خلاص انت بتقول لي ليه؟ ما انت كده كده هتلعبه، يعني الجرايد اما حطيتها بقت الميزان ليه اكتر؟ قال لي اه. قلت له خلاص لا مين؟ لا ما اقدرش. لا المهاجم بص المهاجم كان خطيب. بص كان منتخب مصر المدرب كنا المدرب. منتخب مصر ما كناش الاهلي منتخب مصر كنت انا في الزمالك سنه كام؟ لا بس الله يرحمه بقول الله يرحمه مش هقدر اقول اسمه. فقال لي الكفه بتاعته نزلت شويه من الجرايد فهو اللي هيلعب. قلت له انت بتلعبه عشان الجرايد؟ بتلعبه عشان الجرايد؟ حاضر يلعب. هو كابتن الخطيب محتاج جرايد؟ ده اللي انا عايز اقوله. يعني هو كابتن الخطيب محتاج ان احنا نتكلم عليه في الجرايد؟ ان الجرايد يعني انت جايب لعيب وهقول لك لا هقول لك حاجه جايب بيبو الجرايد هذا الاسطوره ان تلعب الخطيب كله بيتفرج عليه مش ممكن وبيستمتع. طب اقول لك حاجه بقى مستني جرنان لازم يدينا حته كده لازم يدينا حته كده كابتن جمال. أقول لك انا قلت مين اللعيب ده؟ اقول لك كابتن الخطيب. اقول لك حاجه بقى اقول لك حاجه محتاج جرايد تكتب واحنا اقول لك حاجه بقى طب خليه يكمل بس يحاول يبرر اللي هو عمله الكارثه اللي عملها دي. اقول لكم حاجه مهمه بس هيدوكوتي كان مين بيلعب في هيدوكوتي وانا بلعب؟ محمد عباس وانا بلعب محمد عباس. لا الخطيب بيقعد كابتن خطيب. لو الخطيب بيلعب محمد خطيب. عباس كمان كنت بلعب ولا كنتش بلعب؟ كنت بتلعب. لا انت جيت فتره ما لعبتش. لا انا كنت اول ما ابتديت لعبت كام سنه. لعبت لعبت معانا واهلي وزمالك. عمري ما قعدت احتياطي في النادي الاهلي. بقول لك يا كابتن عمري ما قعدت احتياطي في النادي الاهلي. كابتن جمال جمال الخطيب كان ده انا كابتن الفرقه وكنت بلعب. اما كنت بلعب كان الخطيب بيلعب ولا ما بيلعبش؟ بيلعب. طب هيدوكوتي عمل ايه؟ طب اقول لك على حاجه تحتيه. ايوه بقول له يا كابتن طب ما انا بلعب ما الخطيب بيلعب لازم يلعب وانا بلعب كده في النادي الاهلي كنت بلعب كده تحتيه. قال لي لا بس احنا عايزين راس حربه واحد فكفته نزلت عملت شويه. طب ما تلعبنا مع بعض كابتن. انت خسرت ليه؟ كابتن جمال إيه؟ ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضل. كابتن خطيب لو برجل واحده يلعب على اي حد. كابتن خطيب لو برجل واحده يلعب على اي حد ده مهيب عبد الهادي حسمها له. لكن كلام الكابتن جمال هو كابتن الخطيب بقيمته وبتأثيره وبموهبته وبمكانته في فترته كان محتاج ان الجرايد تضغط عشان الخطيب يلعب. بالمناسبه الكابتن اللي هو بيشير اليه جمال عبد الحميد يقصد الكابتن عبد الصالح الوحش عليه رحمه الله لان هو اللي كان ماسك المنتخب. والكابتن جمال مش عايز يفتكر انه مباراه 85 مصر بتلعب مع المغرب والكابتن الخطيب مش موجود كان مصاب. مصر بتلعب في المغرب في مباراه تودينا كاس عالم. يجي لنا ضربة جزاء الكابتن جمال مش من الأربعة المرشحين إن هم يشوطوا البنالتي، خد الكرة وصمم يشوطها وضيعها وضيع فرصة إن احنا نتأهل لكأس العالم لأن احنا شلنا هناك اتنين. ما كانش الخطيب في الملعب بس الخطيب بتأثيره ده كابتن الخطيب وهو بيلعب في الفترة اللي جمال عبد الحميد فيها في النادي الأهلي. كابتن جمال وهو في النادي الأهلي من 76 ل 82. كابتن الخطيب في الفترة دي بس سجل 72 جون. كنت الجرايد هي اللي بتلعبه يا كابتن جمال ولا ده كلام للاجيال الجديده اللي ما عصرتش وما شافتش فتبني اراها بناء على كلام زي كده ملوش اي لازمه. اي لازمه. 72 جون الخطيب سجلهم مع النادي الاهلي في الكام سنه اللي جمال عبد الحميد موجود فيهم في النادي الاهلي. لكن هتروح بعيد ليه؟